ينضم إلينا من القاهرة الأستاذ أشرف العشري، مدير تحرير جريدة الأهرام المصرية. أهلا بك أستاذ أشرف. صحيح أن هذه الزيارة هي الأولى من نوعها لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى القاهرة بعد توليه رئاسة الوزراء، رئاسة الحكومة العراقية، لكنها بالتأكيد تأتي في سياق النمو المتزايد والعلاقات الثنائية المتزايدة والمتطورة في السنوات الأخيرة بين بغداد والقاهرة. كيف يمكن أن تقرأ هذه الزيارة في ظل ما تموج به المنطقة من تحديات أمنية وسياسية ولا سيما للتحديات الاقتصادية؟ مساء الخير لحضرتك. بكل تأكيد هذه الزيارة فعلا الأولى، لكنها ليست اللقاء الأول بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني. التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي بشياع السوداني في الرياض في القمة العربية الصينية، ثم التقى أيضا في مؤتمر دعم العراق في أوائل هذا العام. وأعتقد أن هذا اللقاء الثالث يصب في خانة توفير كثير من استحقاقات التلاقي والدعم المصري العراقي في هذه المرحلة الدقيقة التي تشهد كثير من دول المنطقة وأيضا الإقليم تطورات جيوسياسية، بالإضافة لأن القاهرة أيضا كانت العنصر الرئيسي الفاعل منذ عام 2014 حتى الآن في توفير أو تغيير البوصلة العربية نحو توفير عودة العراق إلى المحيط العربي. ولا تنسى أن رئيس الوزراء زار العراق ورئيس عبد الفتاح السيسي زار العراق أكثر من مرة، وهناك رغبة مصرية في ضرورة تمكين العراق وحضوره في المشهد العربي في الإقليم بقوة وأيضا بكثافة من خلال مجموعة من المنطلقات والركائز الأساسية من خلال التعاون الثنائي على المستويات السياسية والاقتصادية والتنموية، بالإضافة إلى أيضا أن يكون هناك بالفعل درجة كبيرة من استمرار الدعم المصري في استراتيجية دعم العراق في مواجهة الإرهاب، لأن العراق عانى طويلا على مدار 20 عاما في مواجهة التنظيمات الإرهابية وأخواتها، واستطاعت القاهرة أن توفر لديه الحاضنة العربية والمصرية بشكل كبير ثلاث السنوات الماضية حتى استعاد العراق عافيته وعاد إلى الحاضنة العربية في السنوات الأخيرة. أعتقد أن التعاون الثنائي بين البلدين ينطلق من مجموعة من الركائز الأساسية هي تفعيل محاور التعاون الاقتصادي والسياسي، خاصة هناك مشروعات بلغت الأهمية تم التوافق عليها وتم توقيع مذكرات تفاهم عديدة خلال زيارة مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري للعراق منذ 3 سنوات، واليوم ستشهد توقيع اتفاقيات أخرى تضاف إلى رصيد التعاون التجاري والاقتصادي أملا في استفادة العراق من نجاح التجربة المصرية في إعادة هيكلة البنية التحتية ونقل مشروعات مصرية، بالإضافة إلى إسهام مصر بدرجة كبيرة. كان لي سؤال في هذه النقطة تحديدا أستاذ أشرف، على أي مدى التجربة المصرية ملهمة للدول النامية والأخذة في النمو في المنطقة العربية وحتى في القارة الأفريقية؟ كيف تنظر هذه الدول إلى التجربة المصرية فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية تحديدا؟ بكل تأكيد محمد شياع السوداني خلال الساعات الماضية كما يصل القاهرة صرح لوسائل الإعلام العراقية أنه ذهب للقاهرة للاستفادة مما يعرف بتكريس الدبلوماسية المنتجة، أي استفادة من القاهرة بعد نجاحها في توفير استحقاقات النجاح في التنمية المستدامة والتنمية المتكاملة أو الكاملة 3 السنوات 9 الماضية. أعتقد العراق لديه رغبة كبيرة في نقل التجربة المصرية باعتبار أن مصر يعتبر الدول حسب تصنيفات البنك الدولي ومؤسسات التأمين الائتلاف الدولية أن مصر استطاعت بالفعل أن تنشئ بنية تحتية أعتقد أنها تكون الأولى في الإقليم على مدار 9 سنوات الماضية، ووفرت كثير من الجهد على مدار 50 عاما كانت تحتاج إلى أن يكون هناك اكتمال لهذا المشروع الناجح من حيث البنية المستدامة. وبالتالي العراق بعد سنوات 20 عاما أو 25 عاما من الحرب وأيضا انتهاكات داعش والتنظيمات الإرهابية والقاعدة وأخواتها راغبة في أن يكون هناك عودة للبنية التحتية، وترى أن النموذج المصري هو النموذج المستلهم والنموذج الأفضل النموذج الأبرز النموذج الناجح الذي تستطيع من خلاله مصر أن توفر استحقاقات الدعم على مستوى الأيدي العاملة على مستوى النجاحات في التخطيط والإنشاء. بالإضافة إلى مسار التنمية في مصر يمثل العراق عنصر جاذب كما قال شياع السوداني، وأرى أن التعاون على هذا المسار من خلال أيضا توقيع اتفاقات جديدة سيلعب دورا كبيرا في إقامة أو زيارة رقعة التعاون الاستثماري بين البلدين في المرحلة القادمة، خاصة لك مشروعات ثنائية بين البلدين ومشروعات ثلاثية بالتعاون مع الأردن أبرزها ما يعرف بالطاقة والغاز من خلال خط أنابيب البصرة العقبة القاهرة لإعادة إسالته ثم العودة للتصدير مرة ثانية، بالإضافة للربط الكهربائي باعتبار أن مصر لديها مشروع ناجح في الربط الكهربائي والعراق يريد أن يستفيد من هذا المشروع في ظل أزمة كهرباء يعانيها على مدار 20 عاما الماضية. بالنظر إلى ما يحدث في العراق في قبل أشهر كان هناك خلفات سياسية ربما هدأت الأجواء قليلا في العراق فيما يتعلق بالسياسة وبالأمن، لكن الشركات المصرية الحكومة المصرية كيف تنظر إلى نجاح الحكومة العراقية الحالية في تهيئة الأجواء لاستقبال الشركات المختلفة سواء كانت مصرية أو غيرها فيما يتعلق بإعادة الإعمار البنية التحتية والبنى الرئيسية في العراق؟ هل العراق الآن مهيأ لاستقبال هذه الشركات؟
أعتقد هذا أحد الموضوعات الرئيسية التي بحثها وزير خارجية العراق اليوم في القاهرة مع المسؤولين المصريين، لأن هناك رغبة عراقية في إحداث اندفاع نحو تفعيل مسارات التنمية داخل العراق بعد غياب استمر 25 عاماً، وهناك حالة من التراجع والخلل في المشهد التنموي في العراق. وأعتقد أن العراق راغب من خلال التعاون في هذه المرحلة، ومن أجل هذا الهدف أتى السيد محمد شياع السوداني القاهرة ليطلب من المسؤولين المصريين ضرورة أن يكون هناك شراكات، تفعيل الشراكة الاستراتيجية لتشمل مجالات التنمية الشاملة في المرحلة القادمة، خاصة أن هناك بداية تهدئة في العراق بعد نجاح الإطار التنسيقي الحاكم في العراق في توفير كثير من حظوظ عودة الأمن والاستقرار للعراق، وأيضا انفتاح العراق على المحيط العربي بشكل مكثف طيلة السنوات الثلاثة أربعة الماضية، بالإضافة إلى حكومة شياع السوداني استطاعت أن تكرس المنظومة الأمنية بنجاح داخل ربوع العراق، وبالتالي ربما هناك فرصة كبيرة من خلال توقيع اتفاقيات بروتوكولات تعاون اقتصادية وتنموية. اليوم سيكون هناك وجهة مصرية جديدة نحو الشروع في التعاون مع العراق في مشروعات إعادة التنمية وتوفير استحقاقات الدعم لمجموعة من المشروعات المماثلة في مصر لنقل التجربة في مجال الإسكان، في مجال أيضا كحياة كريمة، في مجال أيضا مسار التنمية الخاصة بإعادة البناء البنية التحتية والهيكلية داخل العراق وإعادة بناء ما تهدم على مدار 20 عاما الماضية. أعتقد أن هناك رغبة عراقية في الاستفادة من التجربة المصرية، خاصة أن القاهرة تمتلك مقومات النجاح والقوة من حيث العمالة، من حيث التخطيط، من حيث الرغبة في نقل هذه التجربة لكثير من دول ومحافظات العراق في المرحلة القادمة. وأعتقد أن هذا الاجتماع، هذه الاجتماعات اليوم لوزير رئيس وزراء العراق ستكون مثمرة وتحظى بكثير من النجاح والتقدير في مرحلة قادمة، وربما تشهد العلاقات فصلا جديدا من التعاون في مسارات التنمية خلال المرحلة القادمة على وجه السرعة، بالإضافة لأطر التعاون الثلاثي مع الأردن وتنفيذ ما تم التوافق عليه. وهي تجربة فريدة في العمل العربي المشترك الأردني. هذه الآلية الثلاثية بين مصر والعراق والأردن. أي حال الأستاذ أشرف العشري مدير تحرير جريدة الأهرام المصرية، شكرا جزيلا لك.